يعني صرف صحي 100%، مش عارف ايه التعليم 100%. ده احنا بنتكلم هنا على قرية سدس الأمراء مركز ومدينة بباء محافظة بني سويف. طب خلونا نتكلم يمكن على بني سويف ونتكلم على سدس، بس كمان نتكلم على الصعيد بشكل عام. سيادة اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، أهلا بيك يا فندم. أهلا أستاذ يوسف، إزي حضرتك؟ إزاي الصحة؟ تحياتنا ليكوا والله. إيه الشغل العظيم اللي إحنا شايفينه حوالينا ده؟ والله أنا قعدت بصيت كده، إيه ده؟ ده كلام جد يا جماعة مش هزار. ده واقع ملموس من المواطنين على مستوى الصعيد. أنا عايز أقول لحضرتك النهاردة فرحة الناس في بني سويف وهم بيتسقوا لشكر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح. شفنا ذات طبعا ده، يعني عايز أقول لحضرتك يعني مظاهرة حب وشكر لفخامة الرئيس على الإنجازات اللي تمت في الصعيد، إنجازات كبيرة من 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 عودة أصالة المواطن الصعيدي وتوفير الحياة الكريمة ليه، تعليمه، صحته، توفير المياه النقية، الصرف زمان ما كانش فيه صرف خالص، يمكن صرف محطات صرف ضئيلة في بعض المراكز أو المدن الرئيسية في المحافظات. دلوقتي بقى فيه صرف وفي اتصالات وفي انترنت وتعليم جامعي وتعليم ما قبل الجامعي، إنجازات كبيرة جدا يعني على مستوى الصعيد كله. كل ده بيتعمل إمتى يا سيادة اللواء؟ بتلحقوا الكلام ده؟ بتتم وفي علم المواطن والمواطن، يعني جميع المشروعات اللي تمت في الصعيد استاذ يوسف دي تمت باهل الصعيد. تمت باهل الصعيد. طبعا. هم اللي طبعا هم اللي بنوا وهم اللي تعبوا وهم اللي اجتهدوا، وكل دي انجازات. احنا لما بيجي نخطط مشروعات بنلزم ان تنفيذ هذه المشروعات باهل الصعيد. ان يلمسوا الحلم بقى واقع. هل 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 الارض ملموسه؟ هل هل سياده اللواء شريف صالح ممكن يقول لنا حجم تكلفه المشروعات اللي اتعملت في الصعيد خلال الفتره اللي فاتت من 14 لحد دلوقتي؟ خلال التسع سنين دول. سياده اللواء، لا الخط قطع في اللحظه الحاسمه، اللحظة اللي أنا مستنيها. طب إحنا هنعود الاتصال مرة تانية بسيادة اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد. أيوة أنا مهم عندي جدا أن أنا أحب أعرض على حضرة المواطن الحقائق والأرقام. طيب الحقائق إحنا شفناها بعينينا كلنا وإحنا في بني سويف النهاردة. من لما يرى على عبر شاشة التلفزيون النهاردة على مدار اليوم هيشوف معانا في برنامج التاسعة. وأقدر أقول لك أن برنامج التاسعة يعني أظنه كده هو صاحب أسرع تغطية ممكن تكون حصلت النهاردة على ما حدث في بني سويف. معانا مرة تانية سيادة اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، أهلا بك سيادة اللواء. الاستثمارات اللي تم تنفيذها أيوة. إجمالي 1.8 تريليون يا أستاذ يوسف، ده رقم كبير. أنا آسف، هطلب الإعادة مرة كمان للرقم يا فندم. 1.8 تريليون. انت عارف حضرتك تريليون دي ما كناش يعني ما كانتش في المناهج عندنا ولا في ولا في الكتب. والله يا فندم 1.8 رقم كبير مصروف للتعويض لاهالي الصعيد عن عقود سابقه. ما كانش فيه ميه، ما كانش فيه كهرباء، ما كانش فيه طرق، ما كانش فيه صحه، تعليم، فصول. طبعا والحمد لله المواطن الصعيدي لمس هذه المشروعات، لمس هذه المشروعات واقع على الارض، واقع على الارض يا استاذ يوسف، دي حقيقه. 1.8 تريليون. انا مواليد 75 يا سياده اللواء. كلمه مليون بالنسبه لنا ده كان اكبر رقم في الجيل بتاعي. ولما كبرت واشتغلت وكبرت شويه في الشغل عرفت المليار. يعني يمكن من 10 سنين عرفنا الارقام دي والاستثمارات اللي الدوله بتدفعها لصالح المواطن المصري لتوفير الحياة الكريمة لي وعودة إنسانية المواطن المصري وإحساسه بذاته. وأظن لسه يعني إحنا لحد دلوقتي بنتكلم في 1.8 تريليون، يعني 1800 مليار جنيه مصري. ده لحد دلوقتي تمام يعني لسه. ولسه كمان المشروعات إحنا لسه بنحقق رؤية مصر 2030. مشروعات كثيرة، مستقبل واعد. المشروعات دي يا فندم تشمل كل حاجه.
بص حضرتك يا استاذ يوسف، احنا المشروعات دي تم تخطيطها على اسس علميه ودراسه وبيانات احصائيه دقيقه. والمشروعات دي اتنفذت في ثلاث محاور. محور اولاني هو بناء المواطن وبناء الانسان. المحور الثاني هو البنيه. احنا عشان نعمل تنميه لازم نعمل بنيه اساسيه متمثله في الطرق، في الاسكان، في السكه الحديد، في الكباري، في المحاور، المحطات الصرف، محطات المياه، محطات الكهرباء، البترول والغاز والاتصالات. المحور الثالث هو محور التنميه الاقتصاديه، بيشمل بقى استصلاح الاراضي اللي شفناها، وان شاء الله افتتاحات قريبه، وزياده الرقعه الزراعيه في توشكا وفي غرب المنيا وغرب المنيا. كل دي مشروعات استصلاح اراضي، المصانع الاسمنت، المصانع الصناعات الهندسيه، القطاع الاعمال العام واستثماراته في مصانع في اسوان، مصنع فيما، مصانع الغزل في القينا وفي القيوم. طيب والمنيا، كل دي مشروعات كبيره. ده هيدفعني لسؤال يا سياده اللواء. حضرتك اتكلمت، هيدفعني لسؤال يا فندم بعد اذنك. طب هذه المشروعات حضرتك اتكلمت على مصانع، اللي بيشتغل في المصانع دول اهالينا بتوع الصعيد؟ اه طبعا. احنا كان عندنا مشكله يا استاذ يوسف في العهود السابقه، وهي مفيش فرص عمل وهجره الناس من الصعيد للمحافظات الاخرى. واحيانا خارج الجمهوريه. دلوقتي بقى في هجره عكسيه. هذه المشروعات جاذبه لابناء الصعيد اللي هم سابوا الصعيد من قبل 10 سنين، وبتستثمر بقى في التنميه البشريه والمواطنين الصعيدين بيعودوا تاني للعمل، لان هي كانت المشكله مفيش فرص عمل. طبعا. مفيش طرق، مفيش كهرباء، كل ده ان هذه المشروعات جاذبه تاني وهجره عكسيه لابناء الصعيد. فبقلل معدل البطاله، اقلل كده معدل البطاله، بدفع مرتبات للناس، الناس بالضبط. يصبح لديها قوه شرائيه، اقدر انشط حركه الاقتصاد. طبعا طبعا طبعا. كل ده، كل هذه المشروعات اول في المقام الاول هي خدمة المواطن وتوفير الحياة الكريمة ليه. المقام الثاني دعم الاقتصاد القومي. ودي توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة، ولينا كلنا ان احنا ننفذ مشروعات تعود بالخير على المواطن وداعمة للاقتصاد القومي. صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا سيادة اللواء، كل الشكر للواء الشريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد.